طب ولما رجعت النادي الاهلي وبدات معاهم ماتشات، يمكن بطولتين حصلت عليهم لغايه دلوقتي القديم ما شاء الله يعني، ولسه عندنا الكاس جاي اهو، ولسه عندنا دوري ان شاء الله السوبر، يعني حاسه فرقتنا ان شاء الله يعني قادره انها تاخد البطولات دي، ولا محتاجين لسه شغل تاني، محتاجين تمرين، محتاجين تجانس، شايفه ايه؟ انا شايفه ان شاء الله احنا السنه دي ما فيش بطوله، يعني ان شاء الله كل البطولات تبقى مع الاهلي ان شاء الله، حتى افريقيا ان شاء الله لو الاهلي استضافها السنه دي شهر مارس ان شاء الله. ان شاء الله نفسكم تلعبوها يا نادي؟ نفسي جدا العبها، يعني ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحقق ونكسبها وناخد مركز اول. انا شايفه ان احنا في عناصر كتير جت الفرقه السنه دي، للاسف حظنا مش حلو في الاصابات، كل ما نرجع نتلم نفقد حد اصابه، كانت اخر واحده كانت مية حلوه، كنا اكيد لو كانت معانا في ماتش سبورتنج كان برضو الدنيا هتختلف جدا. معانا نور علي طلعت اصابتها، بس ان شاء الله يعني قريب تكون ترجع معانا. الماتش الاخير رنا اتصابت، صبحت خلع وترد، ففي يعني الحمد لله هي كويسه، بس محتاجه تثبت صبحها مثلا اسبوع ان شاء الله، ان شاء الله وتكون معانا تاني. للأسف ان احنا في ناس طالعه داخله مش مدينا ان احنا نقدر ننسجم اسرع، فالموضوع بس يعني واخد وقته معانا. بس انا شايفه ان كل اللعيبه اللي جت جديده كلها عندها اكسبيرينس كويسه جدا، وكلهم دخلوا منتخب مصر وكلهم عارفين ازاي يعني يتعاملوا مع بعض، واحنا يعني حابين ان احنا ان شاء الله يعني نكسب كل البطولات ونعمل على كده. نديم برضو حتى تجربتك في الجامعه علمتك ازاي تتكلمي في الميديا، يعني انا حاسس ان انا اتكلمت معاكي قبل كده والله انا بكلمك معاكي.